فكيف ما قلت قبل، ففريق المولوديه الوجديه الحمد لله الان بدينا كنلقاو راسنا في الملعب. فالحمد لله منين جا الاطار السيكازوني، فالحمد لله ولات المجموعه واعيه للمسؤوليه اللي عليها. فالحمد لله بدينا كنلقاو داك التناغم اللي ما لقيناش في اول سنه، وكنتمناو ان شاء الله باش نكملوا في هذا المسار ديالنا، لان فريق المولوديه الوجديه في السنه الماضيه كان بين بانه من الفرق الكبيره، ما بقاش من الفرق اللي كتحسب من الفرق الصغيره. فالحمد لله كنتمناو باش هذه السنه هذه نزيدوا ناكدوا الناس باننا من الفرق ديال الكبيره ان شاء الله، وكنتمناو ان شاء الله باش نبقاو مع دوك خمسه المراكز الاولى، نبقاو لاعبين معاهم حتى لاخر نفس ان شاء الله. تغير بعد رحيل ودو والفرق كيف ما قلت لك، على حسب كل مدرب والطاكتيك ديالك. فكان عندنا مشاكل في الاولى ما نقدرش ندخل فيها انايا، فكيف كل شيء المغرب كامل كان عارفه. كنتمناو الحمد لله بعد ملي خرجنا منها اول حاجه، وكنتمناو ان شاء الله باش نساوها ونكملوا في هذا المسار هذا اللي غادي فينا، باش حتى ديما ملي كتبقى ترجع للمشاكل والاسباب ديالها فديما غتبقى في ديك الدوامه. الحمد لله خرجنا منها، وكنتمناو ان شاء الله باش نكملوا الاستمراريه للاعبين يعطيو داك الشيء اللي عليهم، وكذلك المكتب ديالنا يعطي داك الشيء اللي عليهم، وكنتمناو هذا الفريق ان شاء الله غيزيد لقدام ان شاء الله. الماضيه المرتبه الخامسه، نقدروا نشوفوا الان هذه السنه يعني يكون في واحد المرتبه تاهلوا انه يشارك في المقابلات. فكما قلت اخويا قبل، دابا حاليا فباقي الدوره 12 ما يمكنش نقولوا حنا واش غننافسوا على الخمس المراكز الاولى ولا لا. فالحمد لله حاليا حنا باقيين مع خمس المراكز الاولى، كنتمناو ان شاء الله باش نبقاو في هذا المسار، لان دابا يلاه الدوره 12 ما يمكنش نحسموا دابا شنو ان شاء الله. ديك الساعه يكون الدوره 22 الدوره 23 24، ديك الساعه ان شاء الله غيبان باننا واش غنبقاو مع المراكز الاولى ولا غنكونوا مع المراكز الوسط ان شاء الله. مقابله تاع اليوم صراحه الدراري كانوا رجال، داروا اللي عليهم، حققنا ماشي المطلوب ولكن حققنا نقطه ايجابيه من قلب مدينه الدار البيضاء، وان شاء الله يكون الخير. هذا الماتش فات ونفكروا في المقابلات الجايه. كاين الرغبه نتاع الدراري والحمد لله، وزدنا شويه الخدمه كونديسيون فيزيك وكذا، والامور جرات مزيان، وان شاء الله يكون حسن بهكا.